دكتور، هي تالت سنة أنا ما بصر لوحدي. حكيم بدي استشيرك. كريم صار له ثلاث أيام راسه عم يوجعها هيك. بعرف هيدا أنتم بسموه ستريس ما ستريس. أنا بستغرب هيدي اللحظة أكثر لحظة. معلش سامحنا، يعني كل العالم تنبسط على راس السنة، بدنا نسهر بدنا ننبسط، شو هالشغلة الكبيرة يعني؟ بتعرف دكتور أنا عندي نقطة ضعف تجاه اللهجة اللبنانية وخاصة لما البنات اللبنانيات يحكوا لبنان. شفت حكيم؟ وين مخبي وجهي من الناس؟ وين مخبي وجهي من الناس؟ يعني ليه أولا؟ ما تكسر وصرخ ولبي. مجرد نبحث لكن نحكي. تركته؟ اي والله. ما قلت بدك تعزمها على حفلة راس السنة؟ أنا ورايح لأعزمها على حفلة راس السنة تركته. حلو، بعد ناقصني الناطور. آخرتي الناطور. Unbelievable. معك حبيبي وجع الراس؟ أنا جاي عبالي. اسأل كف. غيرلك سنانك. الليلة قربت بعد سبع سنين ما عم بصر وحدي ما بصر وحدي. سبع سنين؟ ليه وين كنتي؟ بالحبس؟ أنا اليوم دكتور رح جاوبك على سؤالك اللي بتسألني إياه كل مرة. حدا كب علي فطل مي باردة هيك يا أرض نشقي وبلعيني إنه شو بدي أعمل تلبكت؟ أنا إيه الناطور؟ وعليك. وعليك.